قتل شخصان وأصيب 70 جراء حادث تصادم قطارين في ولاية كارولينا الجنوبية جنوب شرق الولايات المتحدة. وقالت الشرطة إن قطارا كان متوجها من نيويورك إلى ميامي وعلى متنه 147 مسافرا اصطدم بقطار شحن بالقرب من مدينة كولومبيا عاصمة الولاية، لافتا إلى تمكن فرق الإنقاذ من إخراج جميع الركاب من قطار المسافرين.